مرحبا أصدقائي، اليوم في قصة جديدة بتمنى الكل يسمعها، وإذا حبيتوا القصة لا تنسوا لي اللايك. تحكي أنا أم عبد الرحمن، متجوزة من 20 سنة، وأنا وزوجي بنحب بعض كتير. كل سنة عن سنة بيزيد حبنا لبعض. زوجي بحب الأولاد والحمد لله عندي 5. من فترة زوجي بيفتح معي حديث إنه هو بده ولد، بس أنا ما عاد أقدر أجيب أولاد. كل يوم يحكيني بنفس الموضوع، لمرة من المرات بيفتح معي حديث إنه هو بده يتجوز، بس أنا كتير عارضت الموضوع. بس هو كان كل مرة عن مرة بيزيد إصراره على الزواج بحجة الولد. أنا ما قدرت ساوي شيء وحطني تحت الأمر الواقع وتجوز. جابها وإجا يعيشها معي، كتير انقهرت كيف بيجيبها تسكن معي بنفس البيت. كنت رافضة الفكرة أنه يصير عندي ضرة، لا والأحلى من هيك أنها صغيرة. أنا ما كنت أقبل الحكي معها نهائيا، حاولوا كتير بس أنا كنت أخذي موقف من هذا الزواج. مرت الأيام، بعد 2 شهر من زواجهم ضرتي طلعت حامل، وزوجي طار عقله من الفرح وكأنه أول مرة بيجي أولاد. أنا كتير انزعجت والنار صارت جواتي بدي أطفيها. صرت أفكر وأفكر وأفكر، قررت أجيب حبل الأشهاد. بالفعل رحت وجبته وسويت لها عصير وحطيت لها حبيب الكاسي على أساس أنه هي حامل، وحبيت أهتم فيها ونصف القلوب. هي كتير رحبت فيني وترددت تشرب العصير وفاتت ترتاح بغرفتها، وأنا رحت أنتظر شو اللي رح يصير. بعد 3 ساعات بسمع صوتها بتعيط موجوعة. زوجي أخذها وراح المشفى، درتي أجهضت. أنا حسيت بوقتها فرح حزن. أنا شو عملت؟ حسيت حالي غلطت، أنا قتلت روح بريئة. ما قدرت أنام يومها، لازم أعمل شيء حتى أرتاح وربي سامحني. استغفرت ربي. مر أسبوع أنا كل يوم أبكي مقهورة أستغفر ربي. أنا لازم أصحح غلطي، هي لازم تصير مثل أخت صغيرة إلي، لازم أهتم فيها وأعاملها أحسن معاملة. والحمد لله صارت علاقتنا كتير منيحة. بعد فترة من الزمن صار عندها حمل، والله فرحت لها كأنه أنا يلي حامل، وهيك صارت حياتنا أحلى. بتمنى من الجميع لا يتسرع بأي تصرف ممكن يأذي الآخرين، حتى ممكن أنه يأذي نفسه. شكرا لكل اللي استمعوا للفيديو للأخير، بتمنى لكم أيام حلوة. بتمنى منكم أنه لا تنسوا لايك والاشتراك والتعليق. حلو مثلكم، شكرا لكم، باي.